الاداري حريصين ان احنا بنقدم برنامج متكامل للاطفال، سواء اطفال المدارس او دور الايتام او ذوي الهمم. بنحاول نوفر لهم برنامج تنموي شامل، ده بالاضافه للبرنامج الخاص ببيت السناري للورش الفنيه والحرفيه. احنا عندنا برنامج ثابت للمدارس بيبقى خلال فتره العامين الدراسي للمدارس، بيبقى عندنا مدارس متنوعه بنتعامل مع اكتر من اداره تعليميه في المدارس، بيجوا بنحاول نقدم لهم ورش، ده بيبقى ثابت معانا خلال فتره العام الدراسي. شغلنا كله فتره الصيف بيبقى متخصص بدور الايتام وذوي الهمم، بنحاول نستضيف اكبر عدد من دور الايتام ان احنا برضو بنقدم لهم ورش فنيه متنوعه، بيبقوا معانا بيحضروا معانا الورش. احنا بيت السناري الاثري التابع لمكتبه الاسكندريه، احنا بيت خدمي، رساله البيت ان احنا بنحاول نقدم اكبر عدد استفاده للاطفال المحاطين سواء سيده زينب او ان احنا بنحاول نوسع النطاق بحيث ان احنا نوصل خدمات البيت لاكبر عدد من الاطفال في كل الاماكن، بقى في مدارس، في دور ايتام، في مؤسسات تاهيليه، في كل اي طفل عموما بنحاول ان احنا دي رسالتنا ان احنا نوصل لهم من يعني اكبر قدر من الورش والحاجات الحرفيه الفنيه ممكن هتنفعهم بعد كده، يعني لو هو اتعلم حرفه اتعلمها في بيت السناري هو بعد كده مارسها بقت مهنه ليه، فدي رساله البيت بالنسبه للاطفال. فاحنا بنحاول الجزء الخاص بالحرف يبقى موجود معانا، ان احنا يبقى فيه شغل سواء اركيد سواء حجر سواء مكرميه سواء خياميه، اي حاجه ليها علاقه بالتراث، ده جزء ما ينفعش ان هو ميبقاش موجود في بيت السناري، لان هو اصلا ده اصل البيت في الاول كبيت لتعليم الحرف. دي الموضوعات بتاعنا، لازم يبقى فيه شغل حرف، لازم يبقى فيه حاجه فنيه، لازم يبقى فيه حاجه دعم مجتمعي. الحمد لله الاطفال دلوقتي بقت تستنى النشاط الصيفي سواء نص السنه او اخر السنه البيت السناري، وهم حريصين جدا، حتى الورش اللي شويه فيها زي ورشه النهارده القراءه السريعه، الحاجات اللي هي مش هيشتغل حاجه بايديه، الاطفال برضو حريصه ان هي تيجي، وبييجوا ملتزمين من الصبح عشان يحجزوا مكان، لان طبعا الاعداد بتبقى كبيره جدا، وبنحاول على قد ما بنقدر بناخد اقصى عدد من الاطفال، بس بنحاول برضو ما نكترش قوي عشان كله يستفاد. فطبعا لا، الاقبال والاقبال كمان من الاهالي مبشر اكتر من الاقبال من الاطفال. احنا حتى الامهات والاهالي بتوع الاطفال بيحاولوا ان هم يحضروا الورشه ويتعلموا ويشاركوا كمان في الورشه اللي شغاله يعني، فالاستفاده بتبقى شامله طفل وشامله ام جايه معاه يعني. فكره البيت كاثر طبعا مبهر بالنسبه للاطفال، ان هو الطفل ما تعودش ما شافش الاماكن دي كتير، فهو بالنسبه له اول حاجه بتبهره ان هو بيجي بيلاقي مكان قديم، بيبتدي يستفسر هي دي قاعه ايه، هو كان فلان عايش هنا، طب مين اللي كان مش عارفه ايه، فهو بيبتدي يشوف ان حاجه جديده عليه فبياخد صور. طبعا ده بيبقى عامل اساسي ان هو بيبقى عايز يجي بيت السناري كاثر، بس ان هو اكنه جاي رحله. طبعا بيبقى بيفرق معانا ان هو بيحضر ورشه مش في مكان تقليدي، هو بيحضر ورشه في مكان مثلا اقول له انت ورشتك هتبقى موجوده في مكان اسمه التختابوش او المقعد الصيفي او كذا، كلها حاجات بتضيف له مع الورشه، يعني مش بيتعلم ورشه بس، لا بيتعلم حاجات كمان هو مش عارفها وما درسهاش قبل كده، وبيشوف مكان كمان جديد عليه. بيت السناري مفتوح لكل الجمهور ولكل الاعمار، احنا عندنا حاجات للطفل، مرأة، لاطفال ونشء، لشباب، جامعات، مفتوح لكل الاعمار، مفتوح لتبني اي موهبه او اي فرقه او اي حد عنده فكره البيت السناري بيدرسها وبيدعمها وبيقدمه وبيعمل له كمان، يعني بنخدم على شغل الناس ان احنا نحاول نوفر لهم دعايه كويسه لشغلهم، وكل ده طبعا بيت السناري بيقدمه مجاني تماما. كفكره من ان احنا نشر ثقافه ونشر تراث، ونحاول على قد ما نقدر نوصل رساله المكتبه ان احنا نوصل خدمات لاكبر عدد من الجمهور سواء اطفال او شباب او مراه او اي يعني اي فرد في المجتمع. طبعا احنا لازم بنشوف الشغل بتاع المدرب، بنشوف السي في بتاعه، بنشوف شغله في اماكن قبل كده، الوضع بيختلف مع الاطفال، لازم نشوف قدره المدرب ده هل هيعرف يتعامل مع اطفال سواء دور ايتام او ذوي الهمم، وطبعا بيتم تقييم الشخص ده بورشه تجريبيه في الاول قبل ما احنا عشان نبقى يعني مطمنين ان الشخص اللي هيقدم الورشه والمحتوى للاطفال ان هو مؤهل تماما ان هو يوصل فكره زي كده. بيت السناري ده بيت اثري تابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبه الاسكندريه. البيت بيتميز بالاهميه المعماريه والقيمه التاريخيه. القيمه المعماريه بتاعته بتكمن في او بتظهر بوضوح في النقوش والزخارف الموجوده على الجدران
وموجودة على الأبواب بتاعته والشبابيك أو المشربيات، والطراز بتاع العمارة نفسه بيوضح القيمة المعمارية للبيت، وهو بنلاقي المدخل المنكسر والدهليز والصحن بتاع البيت، وبنلاقي إن في عناصر الإضاءة والتهوية، بنلاقي في ملقى في الهواء، بنلاقي في شخشيخة مسمنة الأضلاع بتفتح بثمان أضلاع عشان نوع من أنواع التهوية والإضاءة داخل البيت. بنلاقي إن القيمة التاريخية بتاعت البيت إن صاحبه كان اسمه إبراهيم كدخدة السناري، ده كان أحد المماليك وأحد كبار المماليك في عصره، وليه حكاية غريبة شوية إن هو أصوله ترجع إلى السودان وجه إلى مصر واستقر في مدينة المنصورة. بيقول الجبرت إن أول ظهور ليه كان في المنصورة، وإن هو أول كان بيشتغل كحارس على عقار، وبدأ إن هو يتعلم القراءة والكتابة ودخل في خدمة المماليك، واشتغل في البداية مع مصطفى بك، بعد كده إن هو تولى كتابة المراسلات بتاعته وزع صيته كعراف يكتب التمائم والتعاويذ، وبعد كده دخل في خدمة مراد بك وبقى كدخدة لمراد بك، وتولى كل الأمور الخاصة بمراد بك. وفي فترة من الفترات اعتزل مراد بك الحكم وأسند كل المهام للسناري، وهو كان وقتها يعتبر على درجة يعني رئيس وزراء لمصر، وكان من هنا من بيت السناري بيباشر كل الأمور الخاصة بيه، وكان ليه مبعوثين بينه وبين الشعب، وكان ليه كلمة في القضايا المهمة. السناري بنى البيت ده في حوالي 10 سنين، يعني بدأ بناء البيت سنة 1783 وانتهى من بنائه سنة 1794، والحجة أو الوثيقة بتاعت البيت متأرخة 1795. نهايته كانت مأساوية شوية، يمكن زي معظم المماليك في الفترة ديت، إن هو دعاهم حسين باشا اللي هو قائد الأسطول العثماني للإسكندرية وقتلهم هناك. يعني البيت كان أول اهتمام حقيقي ليه سنة 1913 من قبل لجنة حفظ الآثار العربية، يعني عملوا ترميم للبيت وأجره أحد الفرنسيين وعمل فيه هنا متحف، عمل متحف كان فيه كل حاجة خاصة بتحكي عن الحملة الفرنسية. القيمة التاريخية الثانية المهمة إن البيت هنا كان مقر لجنة العلوم والفنون الخاصة بالحملة الفرنسية، وهنا تم تأليف موسوعة وصف مصر، وعندما تم اكتشاف حجر رشيد تم جلبه إلى بيت السناري، وبدأت ولا محاولات فك رموز الحجر، وكانت تعتبر بداية لعلم المصريات. يعني ما نجحتش في البداية طبعا ونجحت فيما بعد، بس كانت أولى المحاولات هنا في بيت السناري. البيت تم ضمه إلى الأثار سنة 1948 وسجل كأثر، وبعد كده أدركت مكتبة الإسكندرية مدى الأهمية التاريخية والقيمة المعمارية لبيت السناري في 2010، وعملت على تجهيزه ليكون منارة للعلوم والثقافة والفنون، وبدأت إن هي تعمل مجموعة من الفعاليات والأنشطة انطلاقا من دورها في نشر الوعي والثقافة والفنون بين الجماهير. الفعاليات بتاعة البيت بنلاقي اللي هي في عندنا ورش العمل، وفي الندوات الثقافية، وفي الحفلات، وفي المعارض، وفي العروض وثائقية. بالنسبة للورش، في ورش مفتوحة للجمهور بشكل عام، متاحة لكافة الأفراد، وممكن أي حد يقدر إنه يلتحق بالورش ديت. وفي ورش خاصة بالدعم المجتمعي أو الورش اللي بتستهدف طلاب المدارس ودور الرعاية وذوي الهمم وغيرهم من الأفراد يعني، وبتتم بالتعاون بين الإدارات التعليمية أو وزارة التضامن. الورش بشكل عام يعني في ورش اللي هي الأشغال اليدوية والحرفية، ودي ورش بيتم تعلمهم فيها حرفة معينة أو حاجة شغلة معينة بيقدروا يعملوها بإيديهم، زي مثلا ورش الجلود، الإكسسوارات، المشغولات اليدوية والفنية. في ورش تانية بيعملوها اللي هي ورش الكتابة مثلا الإبداعية، دي ورش بتكون فيها إبداع شوية، إن هم بيتعلموا حاجة إبداعية مثلا يقدروا ازاي يكتبوا الشعر، ازاي يكتبوا القصة، ازاي يكتبوا الرواية. في ورش تانية اللي هي ورش صحية خاصة باليوجا أو التخلص من الضغوطات أو غيرها يعني. حاليا في برنامج اسمه صناع الغد، ده برنامج صيفي بيتم التعامل فيه مع الأطفال بشكل عام. البرنامج فيه مجموعة من الفعاليات والأنشطة،
كبيئة تفاعلية ترفيهية وتعليمية للأطفال، بتساعد على اكتشاف مهاراتهم وتنميتهم وتنميتهم والتنمية الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي. الورش، في ورش اللي هي الأشغال اليدوية وإعادة التدوير، في ورش بيتم فيها اللي هو زي عمل مجسمات لحيوانات أو طيور أو حاجات مستمدة من الحضارة المصرية القديمة زي مثلا قلادة فرعونية، ومثلا في ورش للحكي والقراءة التفاعلية، دي ورش عشان ازاي ان هو يقدر ان هو يعني يتعلم ازاي ان هو يحكي او ازاي ان هو يعبر عن الحاجات اللي هو بيتعلمها او بيشوفها. وفي ورش اللي هي القراءة السريعة، دي عشان يقدر ازاي ان هو يقدر يقرأ ويستوعب المعلومات اللي هو بيقرأها بشكل اسرع واحسن. وفي ورش التلوين، في تلوين على الزجاج والتلوين على الفخار. فعاليات بيت السناري هي متنوعة بتستهدف كافة الفئات وكافة الأعمار، ورش والندوات والمعارض والحفلات. ف يعني دي ممكن أي حد حب يعني يقدر إن هو يجي يشارك، يقدر إن هو يجي يستفاد من خلال الفعاليات اللي بيتم تقديمها. الندوات ممكن إن هو يقدر يحضر الندوات، برضه بنعلن عنها والدعوة مفتوحة لكل الجميع، ممكن إن هو يجي يحضر ويشارك في النقاش المطروح أو يشارك في النقاش اللي إحنا بتاع موضوع الندوة أو الكتاب اللي إحنا بنطرحه في الندوة. ممكن إن هو والحفلات، ممكن يجي يحضر حفلة ويقدر إن هو، لأن الحفلات عندنا إن هي بتحافظ على التراث وبتعمل ربط بين الماضي والحاضر والمستقبل من أجل الحفاظ على التراث والموروث الحضاري. المعارض ممكن لو حد يعني فنان عنده الموهبة ممكن بيعرض علينا الحاجات بتاعته وإحنا بنشوفها ونقيمها وممكن نعمل له معرض أو يشارك في معرض موجود مع حد. والعروض الفنية برضو ممكن إن هو يجي يعني يشارك فيها أو يتعرف على تاريخ وحضارة مصر. في عروض إحنا بنقدمها من خلال باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا عن تاريخ وحضارة مصر عبر 5000 سنة. الورشة كانت خاصة بالفئة العمرية الأطفال من سن 8 ل 14 سنة، ولكن كمهارة القراءة السريعة وإن إزاي الأشخاص إن هم يقدروا يلتقطوا معلومات أكتر وإن هم يقدروا يفهموا المحتوى اللي قدامهم في المادة العلمية سواء كان في مذاكرتهم أو سواء كان في اطلاعهم لمواد علمية عايزين فيها إن هم يتثقفوا أكتر، دي مناسبة لأي عمر من أول 7 سنين إلى الكبار في أي عمر. الهدف هنا ايه؟ الهدف ان الشخص يكون قادر ان هو يطلع على مواد علمية بشكل اكبر وفي وقت اقل وبشكل سريع، وان هو يقدر يحصل على اكبر نسبة من الاستيعاب من المادة المقروءة اللي قدامه. طيب ايه شروط القراءة السريعة؟ شروط القراءة السريعة ان الشخص او الطفل يكون قادر على القراءة بالقراءة التقليدية. يعني كان في احدى شروط النهاردة معنا في الورشة ان الطفل يكون قادر ان هو يقرأ بقراءة تقليدية بشكل عادي، بحيث ان هو نقدر ان احنا نستخدم اساس مهارة القراءة التقليدية في ان احنا نستخدمه في مهارة القراءة السريعة، وهي عبارة عن تقنية، مجموعة من التقنيات اللي بنستخدم فيها المهارات العقلية بشكل متطور بشكل كبير جدا، وخاصة في المنهجية الوحيدة في الوطن العربي وهي القراءة السريعة المبنية على تنشيط توازن شقي المخ لمؤسسها المدرب الدولي أحمد راغب. فهي بيكون فيها تركيز كبير جدا على كيفية تنشيط وتوازن شقي المخ علشان نقدر بهذه التدريبات الخاصة بالمنهجية ان احنا نقدر نوصل لأعلى نسبة من الاستيعاب كمان مع نسبة من سرعة العين، وازاي نقدر نوظف مهاراتنا العقلية الموجودة معانا ان احنا نقدر احنا نستوعب بيها اكبر كم من المعلومات. الورشة اللي كنا شغالين فيها النهاردة هي ورشة عبارة عن ورشة عملية تؤهلنا الى ان احنا نبتدي نتعرف يعني ايه قراءه سريعه وناخد فكره عن مهاره القراءه السريعه ونشتغل عليها بشكل عملي. ولكن خلونا نبقى عارفين انه كاكتساب مهاره عمليه بشكل حقيقي ده محتاج دوره تدريبيه، ودوره تدريبيه بتقدم في حدود 10 ساعات سواء كان لفئه الصغار او كمان لفئه الكبار. فالورشه التدريبيه كان مهم منها هي كسر الحاجز، وكمان الاطفال يعتادوا على مهاره القراءه السريعه، يبتدوا يتدربوا عليها، يبتدوا ان هم يعرفوا يعني ايه قراءه سريعه، يبتدوا ان هم كمان ياخدوا
المهارة ابتدوا يتدربوا عليها كمان في البيت، وابتدوا ان هم يعرفوا معلومات اكتر بحيث انها تقدر يخلصوا المناهج الدراسية اللي قدامهم، يخلصوا كل الكتب يقدروا يراجعوا مرة واثنين وثلاثة قبل الامتحانات، وكمان يقدروا يقرأوا قراءات تثقيفية اخرى تطور من مهاراتهم، يبقوا كمان يبقوا اشخاص فعالين في المجتمع، خاصة ان هم قدروا يعرفوا الفرق بين القراءة السريعة والقراءة التقليدية، وابتدوا يعرفوا مفهوم دلوقتي القراءة التقليدية انا بقرأ بصوت واضح واللي انا كنت معتاد عليه، ابتدوا يعتادوا على مهارة القراءة السريعة انها قراءة صامتة. طب ايه هي الخطوات اللي انا اقدر اطبقها، وازاي انا اضع اقرأ العنوان الاول ثم اتدرب تدريب عين، ثم مثلا ان انا يبقى في اضع سؤال كهدف ليا ثم ادخل على مرحله القراءه السريعه. فان هم الاطفال يدركوا هذه الخطوات وان هم يقدروا يطبقوها بنفسهم ويقدروا يقرروها بشكل تلقائي، ده فعلا ده يعتبر انجاز في الورشه، بحيث ان هم يقدروا يطبقوا ده في حياتهم العمليه، وان هم كمان يقدروا يعرفوا يعملوا التدريبات العمليه سواء كانت تدريبات عين سواء كانت تدريبات لتنشيط وتوازن شقي المخ، يقدروا ان هم يتدربوا عليها وعملوها في الورشه بشكل عملي بشكل صحيح مع التعليمات طبعا، وابتدوا ان هم خلاص قادرين يعرفوا يعملوها، وكمان ان هم يقدروا يطبقوها ويطوروا مهارتهم بنفسهم مع الاباء او الامهات لوحدهم في البيت. فده كان يعني شكل رائع جدا في استجابه الاطفال في الورشه بتاعت النهارده. المشكله دلوقتي انه احنا انغمسنا في الانترنت والمعلومات السريعه، بنفقد حقيقه المعلومات، بنفقد اصل المعلومه. الاعتياد دلوقتي هو القشور المعلومه او سطحيات المعلومه، ودي حاجه ما بتربيش عالم، ما بتربيش مثقف، ما بتربيش حد فعلا يقدر ان هو يضيف لمجتمعه. فرسالتنا لكل الاباء والامهات ان هم يربوا فكره الحب القراءه في اولادهم. طب هل القراءه السريعه تقدر تحببني في القراءه؟ ايوه، لانه انا في القراءه السريعه مش هيبقى في سرحان، مش هيبقى في تشتت، انا القراءه السريعه متوافقه مع كيفيه عمل اشارات الدماغ، فده هيبتدي يخلينا ان انا انجز اللي انا عايزه بشكل اسرع، هبتدي ان انا اوصل للمعلومه بشكل سريع، هتوقف مع سرعه العصر اللي انا بعيش فيه. كل العالم بيتطور ولكن احنا مهاراتنا في مهارات جمع المعلومات لازالت محدوده، مش بنطورها مع الكبر ومع الوقت. فمهم جدا خاصه في ظرف المعلومات السطحيه اللي موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات السريعه الغير عميقه واللي بعض منها للاسف بيكون بشكل كبير مغلوط، احنا محتاجين ان احنا نوصل اولادنا للمعلومه صحيحه ولكن بطريقه ان هي سريعه تقدر ان هم يقدروا ان هم يستزيدوا من العلم ويبقوا اشخاص مثقفين وعلى علم بالمعلومات الحقيقيه، حتى لو مش في المناهج بتاعتهم، ان هو يكون مطلع وعارف يعني ايه اللي في الدنيا عن طريق القراءات الاخرى. طيب هل لازم ان انا اقرا في كتاب؟ يمكن تطبيق مهارة القراءة السريعة على جميع أي جهاز أو أي محتوى تقدر تقرأ فيه قراءة تقليدية، يمكن تطبيق مهارة القراءة السريعة على هذا المحتوى. فهنا الفكرة أنه بتعلمه مهارة القراءة السريعة أنا بدي طفلي الأداة، بديله الوسيلة أنه هو يقدر يتميز بيها عن الآخرين.